ايه بس شكلك كنت بالنوم. ها ها يا نهار اسود يا نهار اسود. بيتباع 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 يا نهار اسود. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم ادهم كومه عود. النهارده معانا عوده العوده العوده العوده. اولا الف شكر لكل واحد سال عليا بعت لي مسج. انا ما تخيلتش كميه الدعم ده وما عرفتش ارد على كل واحد. عايزكم بس تعرفوا ان انا قريت كل مسجات ومش عارف اقول لكم ايه الصراحه. ده هيبقى اول فيديو من ساعه ما عملت العمليه. اهو هتشوفوها بالفيديو. فمش عارف اشكركم ازاي الصراحه. يعني دعمكم مش طبيعي، بيسهل على الواحد الفتره غير يعني نخش تفاصيل الفتره الرخمه اللي بتبقى في الاول. تشجعوني ان انا اشتغل ولا انا ارجع، ولولا كلام ده كله كان زماني قاعد ما عملش الفيديو ده اصلا. فبجد مش عارف اشكركم ازاي على الموضوع ده، بجد بجد يعني ربنا يخليكم من الاخر. فالنهارده هيبقى معانا اول فيديو من بايد واحد قدامنا كده على شهر ونص في موضوع الايد الواحده ده. بس يلا يعني هنحاول نشتغل وندي احسن حاجه عندنا ان شاء الله ربنا يكرم. معانا بقى شوف ايد واحده وايد متعلقه ايد مش عارف ايه. الحظ زي ما هو بلاك فرايداي والحظ يا جماعه. النهارده عملنا عظمه، فتحنا باكات كتير ومنها الاي دي 5 بلس اللي نزلت وباكات الفلاشايه، انا مسميهم باكات الفلاشايه، وحاجات تانية كتير. انما اللي طلع مش هتكلم شغل الحظ عند كابتن جمعه. مش هقول لك غير انك تنزل تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه انزل تشترك. عايزين نوصل ل 100,000. مش عارف احنا عملنا ازاي قبل اخر السنه، بس يلا نحاول. انزل اعمل اشتراك. يلا بينا بقى على شويه باكات وحظ. انما ايه 10 على 10. حلقه النهارده برعايه هواوي اب جاليري. الاب جاليري هو متجر العاب وتطبيقات، وبقى دلوقتي متوفر على تليفونات الاندرويد مش الهواوي بس. الميزه فيه ان التطبيقات والالعاب عليه بيبقى عليها عروض كتيره وحلوه، بيبقى عليها اوفرز لما بتيجي تعزم صحابك ان هم يلعبوا هم كمان، او بتشحن على اللعب. والعرض اللي معانا النهارده على لعبه انفينيتي كينجدم. طبعا انا عارف ان كتير منكم بيحب اللعب الاستراتيجي والحروب والكلام ده كله. العرض زي ما انتم شايفين قدامكم هو انك ما بتشحن بتاخد بونص اكتر. يعني مثلا لو شحنت بدولار بتاخد قسيمه ب 80 سنت، او مثلا لو شحنت 2 دولار بتاخد دولار عليه، وهكذا. كل ما تشحن اكتر كل ما العرض يبقى احسن ويجي لك بونص اكتر. لو مش كده وبس، انت لو شحنت اكتر من 10 دولار بتخش على فرصه انك تاخد قسايم بقيمه 500 دولار. فمستني ايه؟ لو بتحب لعب استراتيجي زي انفينيتي كينجدم نزل لعبه دلوقتي، اشحن وهيبقى عندك فرص كبيره جدا انك تكسب. لينك العرض في الديسكربشن، فما تنسوش تخشوا عليه. ونحب نشكر هواوي اب جاليري تاني على رعايه الحلقه دي. 85 بلس ريتد بلاير. ووك اوت مش 88، ده اجويرو. حلو ال 85 بلس دي لو ما طلعش منها ووك اوت تبقى خازوق، بس هي حلو. ادينا هنجرب. دي بقى ده الخازوق، ده اللي كنت خايف منه. وانا تفتح ال 85 بلس يطلع لك 85 بنزيما. لا انا شكلي يعني توجهي اللي انا اعمله، لان انا كنت بدور على رقم 9 تقيل، وبنزيما البلاير اوف ذا مانث عجبني. ابو ابراهيم شكله هيتعمل يا جدعان. ووك اوت من 81 بلس. دي بالا حب كتير. انا مش عارف اشكركم ازاي والله على الدعم الفتره اللي فاتت. ها ووك اوت مولر. ميزه الباكات دلوقتي ان كل حاجه ليها قيمه، مش يعني ال 83 ليه قيمه هيخش في حاجه، ال 82 هيساعد، الووك اوت هتساعد جدا، اللي مش رير هيساعده قوي في الفلاش اس بي سي. يعني كل حاجه ليها لازمه حقيقي. ده وقت حلو ان انت جرايند اللعب. 85 بلس طلعت وقت الحمد لله. باك تو باك مولر على اساس ان مفيش غيره. للاسف هضطر اعمل لك كويك سيل وترجعه انت بقى من البتاع دي. ووك اوت عيوتي. كيليني ولا فيراتي؟ فيراتي 87. حلو. اوه ستيرلينج. اوكي ووك اوت حلو.
لالو ستيرلينج من ال 25 بلس. رقبتي وكاوت خطير ايطالي حارس دوناروما الحارس الافضل في هذه اللعبة. يعني فكرته عجباني. هو ده بقى المهاجم الفرنسي اللي اوه واحد من الحدث خيمينيز. مش انت كنت شوف شوف يا اخي شوف لسه حاطط بنزيما في الكونسبت قام طلع له خيمينيز يرميه بلس. عايزين حد فوق 90 عايزين حد اللي هما بينزلوا. لا جويرو تاني ده هنري لسه طالع لك. الف مبروك هنري طالع له. هنري من فلاش باك فلاش فلاش باك من فلاشايه من فلاشايه طلع له طلع له هنري من فلاشايه. يا جدعان بنزيما ده حلو. بنزيما ده بقى انا عايزه مصلحه كده. والمصلحه ايه هي المصلحه؟ تقول لي ايه المصلحه اللي انت عايزها من بنزيما؟ انت اساسا واحد بيشجع برشلونه. اقول لك واحد زي بنزيما ده يشيل الفريق شويه لحد انا شاري فريق ايزيبيو. انا شاري فريق ايزيبيو. وايزيبيو ده 3 ارانب يعني. الواحد عايز ايه ما يخسرش فيه كتير. انا اوريدي خسران فيه تاكسز وكده. فاللي عايز اعمله ان انا يعني بالثلاثة مليون دول هشتريه زيبيو او كرويف او حد من تيم اوف ذا يير لما ينزل تاني. بس هستنى يرخصوا يرخصوا بقى وقت فريق السنه الحاجات دي بتقع او قبل فريق السنه الحاجات دي بتقع جامد فهيقع تاني فاعرف اشتري بالارخص او اعمل له ابجريد. يعني فاهم قصدي؟ اللي هو ممكن اجيب بدل زيبيو ده اجيب زيبيو تاني او كرويف نسخه كده يعني. فانا عايز ابيع واجيب حد ماشي حالي بيه. بنزيما ده هيخلص لي الموضوع ده. خصوصا ان مشكلتي في اللعبه دي ما عنديش لسه يعني ما بلعبش بلعيب اللي هو بروفايل المهاجم رقم 9. ده هيبقى رقم 9 كويس. فانا متوجه جدا 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 لان اعمل بنزيما. خصوصا هو اصلا مش سهل انك يعني مش لازم نافاس. هو انا بقول قولي رونالدو الوحيد اللي جولد فشيخ في الباكات ونيمار لا ممكن فيها او فيها او 85 بلاس تجيب لنا مين يعني؟ هتجيب لنا مين يعني؟ مين كورتوا؟ مين كورتوا؟ فودر جميل الصراحه. مش عايز تعرف ادي ادي ال 85 يا عم لورينتي. لا جارد موري عايز ووك اوت اعمل 85 ما بيطلع لكش ووك اوت اعملها ويطلع لك 85 مش تقعد تعيط. انا طبعا قلت لكم انا محوش لفريق السنه وانا هحوش وكل حاجه بس وانا محتاج جرايند شويه اللعيبه فهضطر افتح شويه باكات. فمن الباكات اللي هفتحها غالبا هتبقى الحاجات اللي بتبقى يعني انا محتاج سيول فبفكر شويه افتح من اللي بيتباع يعني افتح من الحاجات اللي بعت بورتي ثواني بس افتح شويه من الحاجات اللي بتتباع على امل يعني يطلع لي حاجه ولو ما طلعليش حاجه كده كده هدور اللعيبه دي. فانا محتاج بس يا شركه ايه كارت 100,000 200,000 نمشي بس بيوم الدنيا لحد ما بيع ايزيبيو نشوف له زبون بنكلم له دلوقتي نشوف له زبون. انا مش عايز اعمل كده بس هعمل كده افتح 100,000 عايز حاجه فيها بفلوس بس مش يعني مش عايز اعمل كده قوي بس عايز حاجه فيها بفلوس. كروس انفورم كروس ده التحويج ده صعب مضطر افتح في مرحله ما عشان امشي الووك اوت من السانشو. حلو ما هبيع الصراحه تجيب سيوله في الحساب رب واحد من الحدث من المعفنين خيمينيز مثلا زي اللي طلعناه ده ارميه في الـ في الـ في بنزيما عشان انا ناوي اعمله يبقى جامد. ووك اوت ماشي مولر هاملز ماشي المهم انا ووك اوت عشان ما بيطلعش ووك اوت الموضوع ده بيوجع. 85 بلس عايزين حد سوبر بجد عايزين حد سوبر. ايوه تراب دي وشك الناحيه الثانيه ويختي وخلاص. بص
بص خلاص خلاص بص. وادي وشك الناحية التانية تاني. وانا الترطل ايه بس شركة تكلم لنا. ها ها يا هاري سويت يا هاري سويت بيتباع 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 يا هاري سويت. اوف ومعاه سوارز. يا نهار اسود يا جدعان يا نهار اسود يا جدعان. بايد واحده بايد واحده بايد واحده جبت مبابي بايد واحده جبت مبابي جبت مبابي بيتباع. الله اوه مبابي يا نهار اسود يا نهار اسود ده غالي فشخ. عمر ما بي 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 بيعيط يا نهار اسود يا عمر يا نهار ابيض يا عمر. في 2 مليون داخلين الحساب مقفولين على الاقل. نهار ابيض يا جدعان. الحظ عند كابتن جمعه الحظ عند كابتن جمعه في الاصابه موجود والحظ موجود. اسع لي بقى كده. طب هتعمل ايه بالفلوس دي يا عمر؟ هتعمل بيها ايه تاني؟ تاني؟ مين؟ اوه نيمار مش موجود صحيح. يخرب بيت البعتة. بقولك ايه يا عم انت؟ ايه يا عم عمر؟ في ايه؟ في حسابات تانية؟ في ناس تانية عايزة تاكل عيش؟ هو ايه؟ كل حاجة عندك؟ في ايه يا عمر؟ لا 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 ده مش طبيعي. لا يا عمر لا 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 يا عمر لا يا عمر مش طبيعي. تاني دي من باكة اللي هي 83 بلس اللي هي كلنا فتحناها ومحدش طلع له حاجة. انا ما اعرفش غير اتنين طلع لهم حاجة منها. نعم انت ما شاء الله ما شاء الله. دي باكة معفنة برضو. ابراهيم ستيرلينج يا جماعة عايزين كل حساب يعني لو يعرف امتى الوقت اللي بيبقى فيه حظه حلو يروح يفتح فيه. ممكن تفتح لك جوائز ماشي. ايه بقى بلي ايه بقى تشير بلي برناردو سيلف تيشيرت الاتحاد يا جدعان. انا مش جاي اعمل اثاره جدل لكن تيشيرت الاتحاد جابت حاجات غريبه النهارده. امبابي النهارده كان لابس تيشيرت الاتحاد وواقف مبسوط قوي. وكاوت خطير نافاس كله جيب تيشيرت الاتحاد يا اخوان. معاك فود نايس يعني ممكن كانتي او ميسي نايس من الله. خلي طلعنا كانتي او ميسي تبقى يعني فيليب حلو حلو 86 تراب 86 و86 حلو جدا. اتنين فودر حلو قوي. هيطلع لي مين يعني؟ انا هفتح البرايماي اللي انا شقيت هيطلع لي مين ساعة بقى وريني هتطلع لي. عندي ما بيتباعش ما اقدرش اعترض. صدق حاجه مش وحشه عامه. 2 انفورم او ستيرلينج لا طلعت لا ظلمنا الشركه. انا كده هتساعدني قوي انا اخلص بنزيما. افتح يا باشا خش بقلبك. ها ها كده هتبقى حدث يعني تاريخي. 2 امبابي في ستريم واحد.